شتاء آخر ربما يكون هو الأصعب تدخله الأزمة في سوريا في عامها الثالث، وعلى ضوء التطورات والتصعيد المستمر تستعد المنظمات الإنسانية الأممية لمواجهة تفاقم الوضع الإنساني على مستوى النازحين في داخل سوريا أو بالنسبة للاجئين المتواجدين في بلدان الجوار. المنظمات تحاول، ولكن هؤلاء يفتقدون كل شيء، ولا سيما أنهم بعيدون عن منازلهم، هم اقتلعوا من جذورهم، أولادهم تهدمت حياتهم، لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة. من المؤثر رؤية إلى أي درجة هم ضائعون ولا يملكون أدنى فكرة عن موعد عودتهم إلى بلادهم. تمر منظمات الإغاثة في سوريا بوقت عصيب هو الأسوأ منذ بداية الأزمة، تحاصرها الضغوط الأمنية والاقتصادية وتحد من عملها، فيما يزداد بالمقابل حجم الحاجة والعوز للفارين من سوريا أو من تبقى في داخل ذلك البلد المنكوب بتنامي العنف واتساع دوامة الصراع. تطلع للأفضل يشير إلى أن واقع الحال وإن بدا مجحفا بحق السوريين في لحظات اليأس، إلا أن أحاديثهم وأحلامهم الصغيرة في أحايين كثيرة تعكس حبهم للحياة متى ما استطاعوا إليها سبيلا. لتسليط الضوء أكثر أرحب بضيفنا مباشرة من ريف الحسكة عبر سكايب إبراهيم البصري، مدير فريق عشتار التطوعي للإغاثة. أهلا وسهلا بك معنا سيد إبراهيم. في البداية، ما هو تقييمكم للوضع الإنساني عموما والوضع الغذائي بالخصوص في سوريا اليوم، سواء لمن هم في الداخل أو النازحين في الخارج؟ في الحقيقة لا يوجد هناك وضع يعني يكون تحت التقييم أو تحت أدوات التقييم والبحث الفعلي. يعني الوضع خرج عن السيطرة وخرج عن أي تقييم ممكن أن يكون موجود وفق قواعد العمل الإنساني. في الحقيقة لدينا مناطق كاملة في سوريا محاصرة، لا يوجد أي طريقة لإدخال أي مادة غذائية. نحن نتحدث عن مناطق يتم إفلات الدواجن من دون إيصالها بحملها في السيارات أو عن طريق البشر لخطورة الوضع الأمني. لدينا مدن كاملة محاصرة من كل الجهات، ومحاصرة من كل في الجو وفي البر، ومحاصرة من قبل النظام ومن قبل مجموعات أخرى. لدينا مناطق كاملة عدد سكانها بعشرات الآلاف يصنعون الخبز من مادة العدس، لعدم توفر الطحين. فعليا هناك مناطق تقتات بذبح القطط والكلاب، وهذا موثق بالفيديو، وهذا وصل إلى منظمات المساعدة الإنسانية والمنظمات التابعة أو المتعاونة مع الأمم المتحدة التي تقيم، يفترض أنها تقيم الوضع على الأرض. هناك لا، يعني يجب القول أنه لا يوجد تدخل حقيقي إلى الآن بعد 3 سنين من الأزمة السورية، وبعد سنتين لا يوجد تدخل حقيقي يتناسب مع الأزمة، مع أن المجموعات السورية تعمل في خطر. سيد إبراهيم، يعني بما أنك تتحدث عن هذا النوع من الحصار الخانق في مناطق عدة، يعني كيف في ظل تصاعد هذه المعارك كيف يتم إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين؟ ما هي الوسائل المتاحة إذن؟ نعم، نحن نضطر فعليا بتعاون مع كثير من المنظمات. لا، الآن هناك منظمات محلية ولا يوجد منظمات دولية، والمنظمات الدولية ترفض التعاون مع الكتائب الموجودة على الأرض. نحن نضطر لطلب هذه الحماية من الكتائب، ونضطر إلى العمل بكل سرية وإيصال المواد لكل عائلة على حدة، وبطرق جدا خطرة، ويتعرض المتطوعون للاعتقال والقنص، ولا يوجد هناك فعليا طرق آمنة لإيصال هذه المساعدات. إلى الآن لا يوجد تقييم لهذه الطرق فعليا، لما هي الممرات الآمنة التي يمكن الدخول فيها لهذه المناطق. لا يوجد اهتمام، وهناك لا مبالاة دولية، وهناك لا مبالاة من المنظمات الدولية لهذا الموضوع. نحن نعمل بدون تدريب، نحن نعمل في أخطر دولة في العالم حاليا على المتطوعين الإنسانيين، ولكن يعني نعمل بحرفية. هذا بتقييم المنظمات الدولية، نحن نعمل بحرفية من دون أي تدريب. نعم. ومن دون أي تدريب على الوصول الآمن على الأقل. لا يوجد دعم لهذا الموضوع. طيب. فعليا. نعم. طيب هل في هذه الحالة هل يتجاوب المانحون معكم لمضاعفة الدعم في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الزيادة من الاحتياجات المطلوبة؟ هناك دائما نداءات منذ فبراير عام 2012، هناك بدأت نداءات لزيادة، ولكن هناك المنظمات الإنسانية دائما
لا تكترث بالتنبؤات، لا يتم العمل إلا عند حدوث الكارثة ويخرج الوضع عن السيطرة فعليا، ولا يوجد إجراءات وقائية للآن، لأن كما تعلمين العمل لا يدار من قبل منظمات دولية تعترف بشرعية هذه المنظمات المحلية التي تعمل على الأرض، منظمات مساعدة إنسانية، ولا بمنظمات ولا بشرعيتها ولا بأي ترخيص. الأمم المتحدة تعتكف على العمل كما تعلمون إلا عن طريق النظام وبسبب الأوضاع السياسية. المانحون كما قلت لك ينتظرون أي كارثة لتدخل، تدخل لفترة مدة شهر ثم الانتظار لكارثة أخرى، لا يوجد اكتراث بهذا الموضوع، هناك لا مبالاة دولية فعليا. طيب أنت تتحدث أنه لا يحدث تدخل ربما لمنظمات الإنسانية إلا في وجود أزمة يعني، طيب في موازاة الجهود السياسية استباقا لجنيف 2، هل أسمعت المنظمات الإنسانية صوتكم بشأن فتح ممرات العبور الإنسانية والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى المتضررين ربما وما إلى ذلك أيضا؟ كما قلت لك منذ فبراير عام 2012 منذ معركة باب عمر وحصار باب عمر وتتكرر النداءات، هناك نداءات الآن لفتح المجال للغوطة الشرقية والغوطة الجنوبية لجنوب دمشق، ولا يوجد أي اكتراث أو مبالاة بما نقول. فعليا لديك الآن ملف شلل الأطفال مثلا، التقينا بكثير من المنظمات وأوصلنا صوتنا، ولكن تعلم المنظمات لا تستطيع الدخول، أو هناك شيء يعني فوبيا من المجموعات المسلحة الغير معروفة كما يسمونها مجموعات مسلحة، لا يوجد طريقة لإيصال هذا. في تركيا مثلا على الحدود هناك لقاءات من مندوبين هذه المنظمات الإغاثية، وهناك نداءات متكررة للتدخل، وبالنسبة للجهود السياسية استباقا لجنيف، نحن نعلم جيدا أن الوضع الإنساني يتعلق بالوضع السياسي، ولكن هل من المعقول أننا ننتظر بعد 3 سنوات أن ننتظر من جنيف شيء بخصوص المساعدات الإنسانية؟ من أراد التدخل سابقا ومن أراد أن يري العالم جدية في ما يحدث في سوريا عليه أن لا ينتظر جنيف فعليا. بكل الأحوال نحن نعمل ونحن ننتظر إن حدث جنيف وأن لم يحدث فنحن نعمل في هذا الوقت، ولكن فعلا نحن ننتظر، ووصلنا نداءاتنا خصوصا في الوضع الطبي السيء جدا حاليا في شرق سوريا وفي شمالها، نحن وصلنا هذه بنداءات وبتوثيقات فعلية وبإحصاءات فعلية وننتظر هذه الاستجابة. طبعا يردون علينا بأن المبعوث الدولي يعمل لفتح هذه الممرات، ولكن كما تعلم نحن ننتظرها منذ عامين. نعم. طيب سيد إبراهيم، يعني خبرنا عن رسالتك اليوم للمجتمع الدولي والمدني وأيضا للمنظمات الحقوقية والإنسانية وأيضا للجالية السورية في المهجر، ماذا تقول؟ سأبدأ من الأخير، الجالية السورية في المهجر فعليا هناك يبدو أن هناك شيء إيجابي، لأن السوريين مهجرين أساسا منذ 40 عاما بسبب هذا النظام، أن هناك لدينا 15 مليون مغترب سوري، هؤلاء استطاعوا تشكيل فرق واستطاعوا تشكيل جهات قادرة على القيام بجزء كبير من هذا المنح ومن هذا الدعم في ظل غياب المجتمع الدولي. بالنسبة للمجتمع الدولي طبعا نحن كما قلت لك أوصلنا هذا الصوت وتحدثنا لهم، رسالة المجتمع الدولي أن مثلا في العام الماضي قرأت عدة تقارير، مثلا الـ WHO دعنا نتحدث عن الوضع الطبي، لا قرأت مثلا أن هناك في حالتين للبوليو شلل الأطفال هناك مليارات صبت، وهناك فرق كبيره جاءت من جنيف ونيويورك للتدخل لهذه الحالتين. لدينا الان في مدينه واحده 18 حاله بوليو لا يمكن السيطره عليها، لدينا جيل كامل تحت 3 سنوات، اي طفل سوري في شمال وشرق سوريا تحت 3 سنوات لم يتلقى اي لقاح للان. ان اللاجئون السوريون مثلا في المجتمع الدولي، دعنا نتحدث عن الداخل السوري، اللاجئون السوريون في ايدي المجتمع الدولي، لماذا السوريون يهربون وياكلون ويصيرون طعما لاسماك القرش؟ يبدو ان هناك تقصير، ويبدو ان من 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 هو مقصر يعرف ان لديه تقصير، ولكن كما قلت لك الوضع السياسي يجعل الجميع يصمت. نتمنى أن يتحسن الوضع بأي حال من الأحوال. أشكرك شكرا جزيلا من ريف الحسكة عبر سكايب إبراهيم البصري مدير فريق عشتار التطوعي للإغاثة، شكرا جزيلا لك.